خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية في البحر الأحمر فتسبب فوارق ضغطية، أي مرتفع جوي في أعلاه ومنخفض جوي في أدناه، فيؤدي هذا لهبوب رياح من شماله إلى جنوبه. هذه الرياح نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على سواحله من السعودية إلى القرن الإفريقي مرورا باليمن، وهذا الغبار يسمى عند العامة بموسم الغبرة أو الغبير تصغيرا للغبار، والعامة يعرفون هذا الموسم من نضج ثمرة المسواك المسماة بالكباث. لو الهبايب تعتذر عن خطاها تبقى الغصوم من الهبايب كزيرة. موسم الغبيرة يستمر تأثيره بشكل مستمر لمدة 60 يوما تقريبا على القنفذ والليث وجازان والسواحل التهامية وكذلك حجة والحديدة في اليمن. يبدأ هذا التأثير من المنقلب الصيفي ب 22 يونيو ويستمر إلى دخول موسم السهيل اللي حنا نحبه. إما تجيني كلك أدناك وقصاك ولا على ما قيل درب السلامة، ما بيك نص ونصك الثاني هناك، إما كمال الحب ولا عدامه.